اخوتي اخواتي كنتم تكونوا بخير على خير ومرحبا بكم مرحبا معكم في فلوق جديد اليوم الخوت يلا رجعنا من صوت كرونيا اليوم الخميس سو غدا ان شاء الله اليوم كاين ثانكس جيفين وهاد سمع الناس عاديني في الكومنتس كيقولوا اللعنه ساعدني اللعنه انه يحتفل بعيد الكفار خليها تحفه المهم الخوت قصوا اليوم يوم راه ما دايرينش تركي ناكلوا الكرعين شي المهم ناكلوا الكرعين ونخرج ان شاء الله مع الطاجين الليل باش نديرو شوبينغ ونشوفو الدنيا كي دايره مع البلاك فرايداي سو هادشي اللي كاين اخوت بقاو معانا قصيو وكملوا الفلوغ ديالنا سو قبل ما نساو الخوت اللي اول مره كتفرج الا كان ممكن نزل تحت سبسكرايب لايك وشيروا لا فيديو مع خوتكم ومعكم خوكم عبزار ليتس دو ات اليوم الفلوغ ما يكون اختفاك خوت المهم جينا جماعه الدوره هنايا يوم بلاك فرايداي سو بنوريكم شي حوايج واعره لقينا شي بياسات واعره نوريكم الحاجه الاولانيه ولكن قانون نوريكم الخوت اللي اول مره كتفرج فيها كان ممكن زيد تحت دير سبسكرايب لايك وشيروا لا فيديو هذا الفيديو الخوت بغيت نجيب لكم واحد الطوره حقا يلا جيت من ساوث كارولينا كان صداع هنا يلا جيت من ساوث كارولينا المهم خرجنا اليوم باش نتلوجو وليت نشوف شنو هو السيلز اللي كاين هنا في والمارت سو كاين لقيت الاكس بوكس وان اس والثمن ديالها ما غاديش تيق غادي نشوفوا الثمن ديالها هنا شحال دايره كتب لكم الخوت هنا الاكس بوكس وان اس اللي هذه اللي شديت الثمن ديالها 279 دولار ولكن في السيل دايرين هذه في السيل ب 149 دولار يعني بحال قلتي النص ديال الثمن ديال هذه بايعينها بنص الثمن قابلت على هذه انا نوريها لكم في طابلت كبيره واقع واعر شكون تعرف هذه الماركه هذه نزل تحت الكومنت يقولها هنا المهم هادي دولا ثمن دايره شي 49 دولار وهادي هاد الطابلت هادي كانت دايره شحال دايره كانت دايره 49 دولار ردوها ب 28 دولار انا بخليها وهادي الكيس ديالها ندير شي 5 دولار سوا شي زوينه شي ماما غادي تلقاها هكا سوا بقى معايا الخوت شي شوفوا شي حوايج كاين كاينه مانيتا ديال الاكس بوكس لانه الاكس بوكس كتجي مع مانيتا اخرى سو نشوف شي مانيتا اخرى هنا شي وحده ولا زعما كاين تي شي هادو ندير فيهم السيال هما اللي وريتكم 50 دولار شي راه كاين بزاف من النظام هنايا هنايا شوف كاين فيهم بزاف هادي كاميرا كاديرا كاديرا ما عرفتش الثمن ديالها مانيتات واحد اللابتوب اللي بان لي هنا نوريه لكم البلاصه اللي شديت منها خوت شكلي هادي ديال 49 الثمن ديالهم الاصلي 50 دولار شو شحال داير لهم اليوم 28 دولار يعني اولموست نص ثمن وهنا داير الكيسز ديالهم كيس حل وكيس اخر خد هذه اللي بغيت والله هذه ما كتحش الثمن ما عرفتش علاش 300 مرة عرفتي الخد هذه اللي والله ما كتعرفش هذه راه راه على شي بيز اي هو ايوا كاميرا ديال الطوموبيلات هنايا 19 دولار 17 دولار هادي شي شحال كتصور 1800 يعني كتصور اجي نمشي قلبها ثاني هذيك اجي نديك واجي نديك ونشوف واحد الكاروسه وجبه ومناسبه لالا زيد لالا مرحبا مرحبا وجبه وجبه ومناسبه زيد لالا انت 20 دولار هاد الثلاجه اجي نخرج نوريكم واحد العاده وجبه ومناسبه زيد سيدي زيد لالا مرحبا بكم
هانتوما هادي كتحط فيها الكانيت ديال هادي وراه فيها البريز ديال التراك. المهم انا عجبتني حيت فيها هادي ديال التراك باش ندخل التراك ديالي نبرونشيها ونحط فيها الكانيت. انا نوريكم اش كنديروا فيها صغيره. هانتوما هكا شي كتبان لكم هنايا راه كتهز واحد جوج ثلاثه اربعه ديال لي كانيت و 20 دولار 4000 ريال داخل على المسكين. زيد لا لا زيد لا مرحبا سيدي زيد وجبه مناسبه زيد لا هادي مره فيها هادي هكا كتحل جي انا قادر غير عاود عبد الزرقاء سبسكرايب لا فورغيت سبسكرايب. كتبت لكم اخوتي هنايا انا كاينش كيشرينا الاكس بوكس غنشري لهم شي سيديات. المهم جينا لهاد البلاصه هادي حيت المول غاليين فيهم لي سيدي بزاف والمارت غاليين فجينا لهاد البلاصه. يعني قال لك تاخذ جوج وتعطوك الثالثه فابور. نو بيك 3 اند ذا تشيبست از 3 يعني خذ جوج خذ ثلاثه والرخيصه الرخيصه فيهم هي اللي ما غاديش تخلص. سواء نديو معايا شي حاجه نديو معايا اللي هنا بانت ليا اوكي كول اوف ديوتي هي نتي دايره شي 8 دولار وغادي نختار باقي جوج ديال لي جيم. المهم عندي معايا ثلاثة الحوايج اللي زوينه اخوت انه هنايا كيبيعوا الحوايج اللي زعما ماشي اوريجينال بحال هادي. دابا في 2000 داير شي 70 دولار شو هنا شحال داير عندهم 28 دولار سواء شي من الحوايج اللي زين. يعني هادو اللي كتشوفو كاملين هنايا يعني راه غير البلاك دي ليميتاسيون ماشي الاوريجينال. الا حليتي السيدي هادو انا شفتو هنايا الا حلينا السيدي بحال دابا هذا تحلو مكتلقاش فيه السيدي حتى كتختار داكشي اللي بغيتي وكتمشي عندو وكيجيب لك السيدي من الداخل ولا كيكوبي لك يعني حتى هنا الخوت راه كاينين يعني ممكن يجي شي واحد بويز السيدي يعني راه ماشي ملائكة هما. المهم اخوت نختمو لا فيديو ديالنا هنايا كانت واحد لا فيديو ديال خفيفة خرجنا حيت يلاه رجعت من ساوث كارولينا كان عندنا واحد شويه ديال الوقت خرجنا جبنا دورة ديتكم معايا شفنا شويه في البلاك فرايداي وشحال ديال وديتكم معايا شفتوا الشوبينغ ديال بلاك فرايداي. سواء هادشي اللي كاين الخوت اللي بغيت نقول لكم بنشكركم بزاف الخوت على الدعم ديالكم وعلى الميساجات ديالكم الايجابيه اللي كتصيفطوا ليا وبغيت نقول لكم على حساب لا فيديو اللي درت السيمانه اللي فات وكانت فيها الفكره ديالها بانه ان شاء الله نديرو هنايا في امريكا نديرو كوميونيتي ديال سائقي الشاحنات المغاربه هنا بامريكا وتلقات واحد الاستحسان اللي كبير وصلوا لي واحد الكم هائل ديال الميساجات في الانستغرام وفي في الكومنتير في يوتيوب والناس بغاو يشيروا معاكم المعلومات ديالهم والتجربه ديالهم في هذا الدومين هذا. يعني بغيت نقول لكم الخوت الناس اللي كيقولوا انه لا حنا كنخبيو على بعضياتنا وكنديروا المهم كنديروا شي حوايج اللي ما مزيانش هادشي كله راه يكذب الخوت. هنا راه كاينين ناس اللي يعني ما كنعرفهمش شافوا لا فيديو اتصلوا بيا قالوا لي الا خصها شي حاجه مرحبا يعني استحسنوا وعجبتهم الفكره يعني كون كان فيهم شي حاجه اللي خايبه ما غاديش يتصلوا وما غاديش يبغيو يشيروا المعلومات ديالهم معكم الخوت. سواء هادشي اللي كان الخوت الناس اللي يلا بيبداو في تراكين ان شاء الله هنا في هذه القناه راه ندير لكم فيديوهات كيفاش تد البيرمي راه حضرت لكم واحد لا فيديو هنا خليها لكم في اللينك في الديسكريبشن ندخلوا تفرجوا في لا فيديو اللي ما فهمتوش شي حاجه نزلوا لتحت الكومنت خليوا لي الميساجات ديالكم غنقراو ان شاء الله وغادي نجاوب لكم على الاسئله ديالكم وان شاء الله الفيديوهات القادمه نوريكم كيفاش ديروا بري تراب انسبكشن